أوساوي السعد ليأخذ دورة في هذه القمة. آتي العميد في هذه الأثناء زكريا أوساوي سعود عبد الحميد إلى كاريوب، تغيير اتجاه اللعب لكنها بالخطأ صعبة على ميشيل، أقرب إلى زكريا أوساوي. أوساوي حاول يمر أوساوي بلمسة إلى عبد الرزاق حمد الله، تمريرة الرد لكن سعود عبد الحميد في تأمين كرة بعد ذلك يلعب بالنار، زكريا خطفها من سعود عبد الحميد. هذا صراع خاص، هذه مباراة رأسية نحو ميشيل. زكريا يحاول واحد على واحد أمام زكريا، يحاول يمر ميشيل طالعيل، مر ميشيل عطى ميشيل واحتكاك وتغطية، لا يوجد شيء. الكرة اللي بصعت العميد مرتدة سريعة، ميشيل يحاول يمر أمام زكريا، ميشيل تغطية قبل الذهاب إلى إضافيات. يحصل اتحادين على الفرحة، الكرة طويلة أمامية لكنك سلال لبصاتي ميشيل مع ماريجا، تمريرة الرد زكريا أوساوي لماريجا، ماريجا زكريا في يمين، الكرة لمصاعد الهلال عرضية أخرى، زكريا تدخل وإبيونسو أمامية باتجاه موسى ماريجا في العمق، تمريرة سالم صعبة وتحبس الأنفاس، صعبة ويمكن أن يحدث فيها كل شيء في هذه. زكريا أوساوي بلمسة مع إيغور كورنادو، تمريرة الرد بالخطأ في مرمى زكريا، طويلة أمامية طويلة حطها بينية خطيرة، وماريجا يحاول لكن التغطية على الدفاع. زكريا أوساوي يحاول بناء الهجمة، الانطلاقة بالسرعة من جانب زكريا أوساوي، مر بلا الأول، مرر إلى زميلة أرون كامارا، تمريرة الرد إلى زكريا، بذل جهدا كبيرا لوحده كان في اللقطة الماضية، يعيدها بعد ذلك لزكريا، ضغط اتحادي في هذه الأثناء، تدخل من جانب لوسيانو فييتو بالإرادة بالروح العالية عن زكريا، زكريا 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 طويلة كرته، التركيز كان بعيد في اللقطة الماضية، العودة من زكريا.